هدوا في هولندا. على ذكر انا منتج البرقدين وعب ستار منتج ديامونت، شكون هديت ديامونت في حياته؟ انا ما هديتش. عمرك ما هديت؟ قد ما عرفتش هديت معناها لا هديت ولا قد عروستك وما هديتش؟ لا ما 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 شبال لي مويا باش نمشي نشري ديامونت، اما في الاخوات اما ذوك نتاع ديامونت سؤالي واضح، ريزاليونس لي ديفايونس هذوك واضح سؤالي. شريت مره حاجه ديامونت لمراه؟ يا انفورتونيتلي يا 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 شريت يا يا علاش تقول لي لا؟ حبيت نفسر لك فانا كونتكست. كونتكست شنو؟ خطبه عرس؟ ما نعرفش وقتاش تشري الخاتم يا فرح. هو في الفيونساي هذاك سان فالونتان؟ لا في العرس. في العرس في العرس معناها مع صديق بالطبيعه. اي هديت حلقومتين ديامونت للسيده الوالده يرحمها، لانها هي ورثت حلقومتين ديامونت وضيعتهم، فانا عوضتهم لها شريتهم لها تعويضه. الحلقومه اللي تحط لها الفرده اللي تحل هكا وهي تبدا ما شريت ديامونت. اي كيف كل عرس الناس كلها هذول يمروا بالطريقه هذيك. فرحه شريوا لك ديامونت؟ لحظه لا سؤالي هو قديش سومة ديامونت اللي شراوها لك؟ علاش خلينا نبدا انا كيما عبد ستار هديت الماما ديامونت خاطر ضيعت خاتم عرسها وحاولت نعوضه له يا اخي حتى هو عاود تسرق دونك مش كاتب. وهديت روحي وقت اللي جيت فتره اللي انا وقت اللي انا مانيش متزوجه، وقت بعد ما طلقت مره مشيت في نخدم في معاش البحرين وخلصت وخلصوني فلوسي، معناتها اعطاني الفلوس في يدي عطاوني دونك اسبيس معايا اسبيس. قلت والله جو في مو فيغ بليزيغ، انا ما عادش عندي شكون باش يهدي لي. هديت روحي خاتم قعدت نلبس فيه. كيفاش دخلت في سبك الخاتم وقلت لا والله تفاجات قلت واو ملا خاتم ياسر، فرحت بروحي اللي هديت روحي الخاتم هذاك. وبعد كعودت تزوجت الحقيقه جي غوسو اون تخي بيل باغ اون تخي بيل بيير اللي انا بيدي قلت علاش هذا الكل، اما صافي بليزيغ. بلي فرح ما تحسش، هو سؤال ما تحسش اللي اشتي ان ديامون ولا فينونسي ان ديامون سي كوم سي تو فينونس ليكسبلوتاسيون دي زونفون دي مين فهمتني فيها؟ والله انا فكرت فيها بالطريقه هذه. علاش؟ نعرفوك حتى نعرفوك انجاجي حتى كي تاكل طمطومه يا سي ابراهيم تخيل البنيه هذيك اللي عمرها 11 سنه الشمس حرقت لها قلبها وتلقت فيها نوات كاجو، وانت بعد الخدمه كي تبدا باش تاخذ شويه نوات كاجو مع مشروبك المفضل فكر زاد في الصغيرات اللي يحبوا يديهم.